جزاكم الله خيرا. هذا السائل يا فضيلة الشيخ يسأل ويقول: ما حكم رفع الصوت على الأب ثقيل السمع، حيث أن والدي ثقيل السمع وبعض المرات أرفع صوتي عليه؟ إذا كان رفع الصوت بدون سبب فهذا لا يجوز، ولا تنهرهما، لا تنهر والديك برفع الصوت عليهما، اخفض صوتك معهما. وأما إذا كان رفع الصوت له سبب وهو أن الوالد ثقيل السمع ويحتاج إلى رفع الصوت، فلا مانع من ذلك. نعم.